انا نحكي لك واحد انيكدوت صارت مع رابح سعدان في ام درمان. لافي تاع الماتش دخلت له للغرفه قلت له واش راك شيخ كيفاش الامور لاباس. شعلت التلفزيون كوم بارازار شعلت التلفزيون وراو الجيري استادير الشعب كيفاش الجمهور يستنى فينا. بدا يبكي قلت له بصح علاش راك تبكي؟ قال لي سي با مو سي لو ستريس باسكو قال لي 40 مليون فوق ظهري. دونك جو رجوا ليدي واش راه يتكلم استادير ليكسبيريونس راهي تهضر هذاك الضغط العالي راهو على اللاعبين وعلى المدرب ماهوش ساهل. وبوركينا فاسو ما راهي ساهله كما الناس راهي تقول لك ساهله. نو سي با داروا تعادل بالك اليوم يجي يديروا لنا مشاكل. ولهذا انا نقول لك اليوم لازم يكون تركيز عالي لازم يكون عامل كبير خاصه لهاد اليومين استرجاع الراحه. دونك انا جو بونس كو الطاقم الفني الموسع والطاقم الطبي عندهم يعرفوا الدور تاعهم فوق كما يقول لك كيفاش يسترجعوا الراحه وخاصه العامل الكبير لو يستنى اليوم العمل البسيكولوجي والذهني. وشكون راح يعمل العمل البسيكولوجي والذهني للاعبين؟ المدرب. وشكون اللي يعمل العامل البسيكولوجي والذهني للمدرب؟ هما حنا.